لما جت تتنقل من متحف الحضارات وقالوا لكم على مينا هاوس، اعترضتي اتخانقتي عملت مشكله ولا انت كيوت كده زي ما انت قاعده قدامي يعني؟ لا ما فيش حاجه. لا ما اعترضتش يعني. انا كنت شايفه ان احنا لما الفيو بتاع الهرم وكل الحاجات دي هتبقى برضه هتدينا نفس الاوتكم اللي هو هتبقى حاجه تشرف مصر. كويس. لا مين اول واحد بلغك قال لك احنا مش في متحف الحضارات ده، احنا نقلنا في المينا هاوس؟ احمد الرفاعي. وبالهدوء بتاعه كده العادي كده راح يعملك القنبله وراح ماشي. ما اتخانقتيش معاه ولا حاجه؟ لا خالص. يعني يعني شويه كده في الخفيف. طيب ايه الفرق اللي انت كنت شايفاه انه ممكن يبقى موجود في متحف الحضارات وهل كان ممكن يطلع بالشكل المبهر الجميل ده؟ متحف الحضارات مكان حلو جدا برضو، بس انا شايفه ان احنا لما عملناها في الهرم كده يعني هتبقى كانت احلى من متحف الحضارات. مش عشان حاجه، متحف الحضارات برضو كان في مشكله احنا لسه ما حدش افتتحه. فهي دي كانت المشكله، ما كانش ينفع نعمل ايفنت وفي حاجه اساسا لسه ما افتتحتش. بس